لم نقول لكم شكرا إمارات الخير، شكرا لكم، شكرا للوفاء والخير الذي بارتموه لنا للقضاء على حزب الإصلاح التكفيري والقاعدة وداعش ممثلة فيهم في حزب الإصلاح كاملة. جينا من محافظة أبين حضر مليونية الوفاء للأمارات، الشعب والإنسان والقيادة، نبادلهم لهم الوفاء بالوفاء. فلا يمكن أن ننسى تضحيات أبناء الأمارات والبطولة الذي قدموها في تحرير عدن أيام الزحمة الذهبي في الدم الجنوبي، وهنا نرد الوفاء بالوفاء لشعب الإمارات، ونعاهدهم بأن سائرون على الدرب، ونشكرهم على كل المساعدات التي قدموها لشعب الجنوب من صحة وتربية وتعليم وبناء ودعم لوجستي وعسكري، وشكرا لدولة الإمارات. هنا 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 هنا